السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن المتغيرات في الباور أبس أو ما يسمى بالباور أبس فاريبلز. هنتعرف إيه هي الفاريبلز اللي موجودة في الباور أبس، إزاي أستخدمها وإمتى أستخدمها، وكل الأوبريشنز اللي ممكن نعملها على الفاريبلز دي. فكرة الفاريبلز عامة إننا بنحتفظ فيها بقيمة ما عشان نستخدمها في أي مكان إحنا محتاجينه. فبالنسبة لنا هنا في الباور أبس هو أنا عاوز أشيل قيمة معينة في فاريبل علشان أستخدمه سواء في السكرين اللي أنا واقف فيها أو على مستوى الأب بشكل عام. تعالوا نتعرف سريعا على الثلاث أنواع من المتغيرات الموجودة في الباور أبس. هنلاقي عندنا الجلوبال فاريبل والكونتكست فاريبل والكوليكشنز. دول الثلاث أنواع اللي موجودين في الباور أبس. ناخد نبذة سريعا قبل ما نبدأ في العملي. اول حاجة الجلوبال فاريبل، من اسمه فهو بيكون جلوبال اي على مستوى الاب ككل، يبقى السكوب بتاع الجلوبال فاريبل على مستوى الاب ككل. هلاقي عندي ان الجلوبال فاريبل بشيل فيه سنجل فاليو، قيمة واحدة، يعني يا اما شيل فيه سترينج يا اما شيل فيه نمبر او حتى ريكورد او حتى تيبل، المهم يكون سنجل فاليو. ما اقدرش يكون الفاريبل عندي شايل نمبر واجي اعمله ابديت ان هو يشيل تكست، لازم يكون الفاريبل او الداتا تايب اللي بيشيله الفاريبل حاجه واحده. امتى بستخدم الجلوبال فاريبل في الباور ابس؟ لو انا مثلا عاوز احتفظ بقيمه معينه وهستخدمها في اكتر من سكرين عندي داخل الاب، ففي الحاله دي انا محتاج الجلوبال فاريبل. والجلوبال فاريبل هو السمبلست واي، اسهل طريقه ان انا اعمل بيها الفاريبلز في الباور ابس. طبعا زي ما قلنا ان هو بيشيل اي داتا تايب عندي، تكست، نمبر، بوليان، ريكورد، تيبل الى اخره. النوع التاني عندي من الباور ابس فاريبل هو الكونتكست فاريبل، وده بيكون على مستوى السكرين اللي اتعمل له انشاء فيها، مش هقدر استخدمه في اي سكرين تانية. السكوب بتاعه بيكون السكرين اللي اتعمل له انشاء او كرييت داخل السكرين دي. لكن الكونتكست فاريبل هو احسن فاريبل اقدر استخدمه في الباور ابس ان انا اباص بيه بارامترز، نفس الفكره بتاع الباس بارامترز في البروجرامنج لانجويج العاديه. لما يكون انا عاوز استخدم فاريبل في نفس السكرين هستخدم الكونتكست فاريبل، لو عايز اعمل باصنج باص للفاريبل ده لسكرين تانية على هيئه بارامتر فانا هستخدم هنا الكونتكست فاريبل، وبرضه بيشيل معايا اي داتا تايب عندي زي البوليان والسترينج والنمبر الى اخره. النوع الثالث عندي من الفاريبلز هو الكوليكشنز. الكوليكشن ده بيشيل تيبل وبيكون على مستوى الاب زي الجلوبال فاريبل، لكن هو بيشيل الداتا تايب اللي بيشيلها من نوع تيبل. وده باختصار الفرق بين الثلاث انواع للفاريبلز في البار ابس، اللي هي الجلوبال فاريبلز والكونتكست فاريبلز والكوليكشنز فاريبلز. دي الاب عندي اللي انا هشتغل عليها. تعالوا نتعرف بشكل عملي على اول فاريبلز وهو الجلوبال فاريبلز، وهو اسهل طريقه استخدم بيها الفاريبلز في الباور ابس. عندي هنا التو سكرين، دول سكرين 1 وسكرين 2. السكرين 1 انا محتاجه اليوزر لو ضغط على البتون 1 هياخد لي القيمه اللي موجوده في الكومبو بوكس ده ويحطها في التكست بوكس اللي موجود في سكرين 2، ولو ضغط على البتون 2 هياخد القيمه اللي موجوده في الـ في الـ في الديت بيكر ده ويحطها لي في التكست بوكس ده اللي موجود في سكرين 2. هو نفس فكره المالتيبل تكست بوكس انبوت، مش هقدر اعملها غير باستخدام الجلوبال فاريبل لو هي في اكتر من سكرين زي الكيس بتاعتنا دي. طيب انا بحدد ازاي اصلا الفاريبل او نوع الفاريبل اللي انا هستخدمه هنا؟ هل انا محتاج انقل تيبل؟ لا، هو مجرد سنجل فاليو من نوع سترينج او ايا كان، فهنا هستبعد استخدام الكوليكشنز. هيبقى فاضل لي الجلوبال فاريبل والكونتكست فاريبل. اختار ما بينهم ازاي؟ على حسب السكوب اللي هلاقي فيه الفاريبلز بتاعي. هلاقي عندي هنا تو سكرين ان الفاريبل هيتنقل عندي من بين تو سكرين، سكرين 1 وسكرين 2، فبالتالي مش موجود على نفس السكرين، فكده هيبقى السكوب بتاعه هو الاب ككل، فهستخدم الجلوبال فاريبل، يبقى سنجل فاليو والسكوب على مستوى الاب، اذا هستخدم الجلوبال فاريبل. تمام، الجلوبال فاريبل هعمل له كرييت ازاي؟ بستخدم في الجلوبال فاريبل فانكشن اسمها set.
بقول له اسم الجلوبال فاريبل بتاعي اي اسم انا بختاره، وبعدين اديله الفاليو بتاع الجلوبال فاريبل دي داخل الفانكشن سيت. على سبيل المثال هنا البوتون 1 ده عايز انقل اللي موجود في الكومبو بوكس ده حسب اللي يختاره اليوزر ينقله ليا في التكست بوكس التاني. فهكريت جلوبال فاريبل باستخدام السيت فانكشن، هقول له سيت اسم الفاريبل جلوبال فاريبل 1 او الاسم الاسم المينينجفول بالنسبه لك، وهديله الفاليو بتاعته اللي هي هنا التشويس اللي هيختارها اليوزر من الكومبو بوكس ده. هقول له كومبو بوكس اسمه كومبو بوكس 2.selected.value. دي عملية الكرييشن للجلوبال فاريبل. استخدمه ازاي؟ انا عايز القيمة بتاع الجلوبال فاريبل دي تتحط لي هنا في التكست بوكس اللي موجود في السكرين تول. مجرد اللي انا هعمله هاجي في البروبرتي بتاع التكست بوكس واقول له اسم الفاريبل، ظهر عندي اهو تمام. طيب تعالوا نران الاب. لو جيت رانيت وهنا اخترت مثلا ده وجيت قلت ضغطت على البطن 1، لو رحت هنا للسكرين 2 هلاقي التشويس بتاع الكومبو بوكس جه هنا. تعالوا نغير التشويس عشان نتاكد. نختار سي مثلا واقول له بطن 1. لو رحت المفروض خد القيمه اللي موجوده في التكست بوكس دي. كده عمل لي الكرييشن للجلوبال فاريبل. طيب انا بعمل ابديت ازاي للجلوبال فاريبل؟ مثلا انا عايز هنا في البطن 2 ده اعمل ابديت للجلوبال فاريبل اللي انا عملته بالقيمه اللي موجوده في الديت بيكر. الابديت بيكون عن طريق الفانكشن سيت. هاجي في الاون سيلكت هنا واقول له سيت واسم الجلوبال فاريبل عندي، واعمل له ابديت بالقيمه اللي موجوده في الديت بيكر بتاعي دوت سيلكتد ديت. طيب لو انا قفلت كده هيديني ايرور. هيديني ايرور ليه؟ لاني عندي التايب اللي انا حطيته في الجلوبال فاريبل في البطن الاولاني كان من نوع تكست او سترينج، واحنا قلنا اللي هو بيشيل سنجل فاليو، بيشيل داتا تايب واحد، لو ما يقدرش يشيل اكتر من داتا تايب. فلازم وانا بعمل له عمليه الابديت ان الفاليو اللي يكون شايلها هي نفس الفاليو اللي انا عامل له كرييت بيها. فهنا هغير الديت واستخدم فانكشن تكست تحول لي القيمه بتاع الديت بيكر ده تحولها لي لتكست، وفي الحاله ديت هعمل الكاستنج ومش هيديني ايرور. طيب لو جيت هنا عملت ران للاب وجيت هنا اخترت مثلا 8 قلت له اوكي وضغطت على بطن 2، رحت للسكرين بتاعتي لقيت التكست بوكس موجود فيه القيمة بتاع الجلوبال فاريبل اللي اخدها من الديت بيكر. لو رجعت هنا وضغطت على بطن 1 هياخد المفروض القيمة اللي موجودة في الكومبو بوكس. تعالوا نتشيك فعلا اخد القيمة بتاع الفاريبل اللي موجودة في التكست بوكس. كده ازاي اعمل كرييت للجلوبال فاريبل وازاي اعمل ابديت للجلوبال فاريبل، وفي نفس الوقت عملنا مالتيبل تكست بوكس انبوت، غيرنا القيمه اللي موجوده في التكست بوكس باكتر من قيمه على حسب اليوزر على حسب اليوزر سيلكشن اللي عمله. طيب الفاريبلز دي بلاقيها فين؟ هاجي هنا عندي في الفايل منيو هلاقي الفاريبلز. هنا الفاريبل اللي عندي قال لي نوعها جلوبال، وادي الجلوبال فاريبل ان انا عملته. لو ضغطت عليه هيجيب لي السكوب بتاعه اتكريت فين واستخدمته فين. قال لي موجود في السكرين 1 واستخدمته في البوتن 3، وموجود في سكرين 1 واستخدمته في البوتن 5 في البروبرتي اللي هي اسمها اون سيلكت. واليوزز اليوزز بتاعه استخدمته فين؟ استخدمته في سكرين 2 في الديفولت بروبرتي بتاع تكست بوكس انبوت. بيجيب لي كل حاجه خاصه بالجلوبال فاريبل بتاعتي تمام. طيب الفاريبل الجلوبال فاريبل ده الفاريبلز عامه وانس ان انا قفلت الاب بتاعي كل القيمه اللي موجوده فيه هتضيع،
مفيش حاجة عندي اسمها ان انا اديليت الفاريبل، لكن علشان اشيله ان انا هشيل كل الفانكشن اللي انا كريتها باستخدام الست. لو عايز اشيل الجلوبال فاريبل ده هشيل الفانكشن بتاع الجلوبال بتاع هشيل الست فانكشن اللي عملت بيه كريت للفاريبل، وفي نفس الوقت هشيل التعريف بتاعه من السكرين تو، هي كده هيمسح لي الجلوبال فاريبل. طيب انا لو عايز مش عايز امسح الجلوبال فاريبل وعايز استخدمه، اعمل الجلوبال فاريبل ده كلين، هاجي هنا لو هنزل البطن هستخدم هنا نسميه كلير، هستخدم علشان اعمله كلين للديتا اللي موجودة فيه هستخدم هعمل ست للجلوبال فاريبل عندي باسم الفاريبل بتاعي، وهعمل له بلانك كده هيعمل لي كلير للجلوبال فاريبل عن طريق استخدام الفانكشن بلانك. لو رجعنا هنا للفايلز وشفنا الفاريبل، ادي الجلوبال فاريبل عندي شايل القيمه هنا سي اللي هي كانت التشويس بتاع الكومبو بوكس. طيب لو عملنا كلير، رنينا الاب وعملنا كلير باستخدام الفانكشن البلانك ورجعنا هنا للفايل والفاريبلز، هنلاقي ان عمل لي كلير للفاليو اللي واخدها الجلوبال فاليو، الجلوبال فاريبل بقت نو فاليو، ودلوقتي اقدر استخدمه. تمام. حاجه كمان ممكن استخدم الجلوبال فاريبل ان هو يشيل ريكورد، يعني انسيرت بوتون نقول مثلا ده الريكورد. طيب ازاي هيشيل ريكورد؟ هاجي اعمل اقول له set وهسمي global variable بتاعي، وهقول له هفتح الكيرلي براكتس والريكورد بتاعي، سواء القيم دي هتبقى موجودة عندي في الفورم قدامي هاخدها من الكنترولز، او ان انا هكتبها بايدي زي ما هعمل دلوقتي عشان نوضح بس ازاي الجلوبال فاريبل بيشيل ريكورد. لو جينا هنا في الفايل ورحنا الفاريبلز هلاقي الجلوبال فاريبل بتاعي ونوع الفاريبل اللي هو شايله ريكورد. كده ازاي الجلوبال فاريبل يقدر يشيل لي ريكورد جواه. ممكن استخدم كمان اي جزء من الريكورد اللي شايله، تعالوا نحط تكست بوكس او ليبل، وهاجي مثلا هنا في التكست بروبرتي بتاعي وهقول له اسم الجلوبال فاريبل بتاعي دوت، هيطلع لي التو كولومز اللي موجودين في الريكورد بتاعي يوزر اي دي. لو جيت هنا رنيت عملت ريكورد ظهر لي اسم اليوزر نيم. تمام. يبقى كده الاوبريشنز اللي ممكن اعملها بالجلوبال فاريبل. وكده نبقى خلصنا اول فاريبل من الباور ابس فاريبل وهي الجلوبال فاريبل، وتعلمناه عن طريق مثال المالتيبل تكست بوكس انبوت. الفيديو اللي بعد ده على طول هقطعهم بس علشان يبقى الفيديو صغير، هتكلم فيه عن الكونتكست فاريبل.